بالطو تاع جوستي ربي يرحمها. بصح على بالك حنا حاجه القديمه العرايس ولاد الجزائر البركه يخبيوها يخبيوها والعروسه يلبسوها لها سواء محل ما تاع الفتور ما تكون قديمه قديمه سي هذه العادات. دونك هذه تاع جوستي من الخت للخت للخت ورثتها 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 لكم سيتي ما بالما قول هذا كيف كيف قديمه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وشنو فسدوه لها عطات لهم بوغ ليكسبوزيسيون راحوا داروا هذا الدبيب زاد هو ما كانش هذا بالطو ما فيهمش في الاصل ما فيهمش باسكو البالطو يتلبس مع كاميزوره الداخل تاع الحرير مخدومه ثاني كازاكا ايه كازاكا كازاكا شفت شحال شابه العاميه الجزائريه. اذا احنا عندنا الموروث الثقافي الشعبي المدون وحتى الشفوي من لهجه ومن لغه ايضا من شعر ملحون نثمن من خلال عدد اليوم من برنامجنا في رحاب التراث الجزائري برنامج صباح الشروق نثمن كل الموروث الثقافي الجزائري الاصيل. وكانت تلبس في الحايك المرمى الحيك هذا لمن؟ هذا تاع يما 100 سنة الله يبارك الله يبارك. وشنو هذا؟ أنا حكمي برك الميكروفون باردون أنا هذا والفت الحيك في عمره 100 سنة هذا تاع يما وهذا العجلة هاتي نشدلك هاتي نشدلك منين شريتو شريتو من القليعة على بالك ناس البليعة مازالهم يبيعوها يخدموها مازال يخدموا بالطنيبر الله الله وبالكاغط شبيكات نخدم بالكاغط بالطنيبر على بالك واش تو سي الصنعة الصنعة صنعة اليدين سيرتو حنا حنا عندنا الصنعة وين تروح عندهم صنعة كاين تروح المستغانم يركبوا العقاش في البلوزات تاعهم تروح الوهران تروح التلمسان تروح دونك حنايا اوني غيش كيما يقول صح حنا عندنا القفطان الجزائري عندنا ايضا الكراكو الجزائري الجب القبيلية القندورة زيدي زيدي زوخي يجي عليك الزوخ يجي عليك الزوخ هذا ماشي تاعهم هذا وشنو هذا؟ هذا كان على بالك واحد الصياغة زمان يقول لك كيفاش يعيطوا له؟ وين راهي؟ الخلخال اللي يندى في الرجل لا 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 واش جاب الخلخال للبراسلي؟ البراسلي هذا ايه هذا البراسلي يعيطوا له بو شيبا عند بو بورتلين نو نو بو هذاك بالله رجل اللي غناوا عليه واسمه الطونغ بو على الطنك واسمه الطنك واسمه الطنك بالوهرانية في العاصمة يلا مشاهدينا تواصلوا معنا حطينا تحت تصرفكم رقم تليفون واحد وأوحد يظهر أسفل الشاشة يمكن للكل التفاعل التواصل معنا ساعدوني فقط شباب هكذا باش نقدروا نرتاحوا تفضلي إيمان وكاين خيط الروح ثاني شكرا لك خيط الروح ايه انت حطيتيه سلسله انا درته برك تفضلي انا ما انا ما نلبش حطيته باش تعرفوا باللي خيط الروح كامل الجزائريين كامل ولاد العاصمه كامل يلبسوا خيط الروح وفيه قصص كاين ثلاث دمعات كاين دمعه واحده يعني كيفاش. تختلف باختلاف الرسائل اللي نوظفوهم باش تشوفوا انه موروثنا الثقافي الجزائري ما نلبسوهش اعتباطا فقط باش نزينوا انفسنا وانما كل قطعه ترتديها المراه الجزائريه او السيد الرجل الجزائري إلا ويحاكي من خلال الزمن ويصل من خلال رسائل.